السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تنقترح عليكم فوغينوار أو حلوة لاكريم، تجي زوينة بزاف منكها بالقهوة، تجي لذيذة. غنعملوها بواحد جنواز ناجحة بإذن الله، غادي نعملوها بمقادير مضبوطة. غير تبعوها، تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير وإن شاء الله تنجح معاكم. كيف ما تلاحظوا جنواز اللي هي إسفنجية او كيك اللي هو اسفنجي، كيف ما تتشاهدوا القوام ديالو، تقدموها لضيوفكم او لعائلتكم تفرحوها بهم، لما لا. كيف ما تلاحظوا تيجي واحد جنواز لاسفنجي، واللي عجبتكم الوصفه ما عليكم الا تتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. صنع هذه الحلوه تنحتاجوا المقادير الاتيه: جنواز تنعمل فيها 5 بيضات، الافضل يكونوا عملتهم في ماء ساخن باش يسهل عليكم انكم تطلعوا بالباطوغ، كاس ممتلئ من الدقيق وكاس غير ممتلئ. هاد الكيسان تعبروا قل من كاس العنبه. الكاس ديال الدقيق هنا 90 غرام والكاس الاخر فيه 60 غرام، المجموع 150 غرام ديال الدقيق الابيض. وعندي كاس سكر 120 غرام، جوج ساشيه ديال الكاكاو المر 14 غرام، وسكر المنكه بالفاني 7 غرامات، وملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. هادو مقادير مضبوطين وتطلع بهم جنواز ناجح واسفنجي كيف ما تشوفوا في الوصفه. اول مرحله ناخذ اناء، والبيض كيف ما قلت لكم وضعته من قبل في حمام مريم، وغادي نوضع فيه البيض. ماشي حمام مريم، عملته في ماء ساخن، هذه تغنيكم انكم تعملوا حمام مريم، هكا افضل واسهل، تطلع البيض بسهوله، تضطرب وتضاعف الحجم ديالو بسهوله. 5 بيضات كبار شويه. هنا نعملوا واحد جينواز، واحد الحلوه اللي هي بحجم عائلي. وغنضيف السكر 120 غرام، من الافضل يكون السكر اللي رقيق باش يطلع معاكم البيض دغيا، والسكر المنكه بالفاني. اهم مرحله في جنواز هي هذه المرحله، خص ضروري البيض يطلع مزيان، ضروري يولي كريمي كيف ما تشاهدوا في الصور. خصو ضروري يكون بهذا القوام هكا، بيض وتقيل بحال كريمة. هذه مرحلة مهمة في جينواز. صافي، هذا هو القوام كيف تلاحظوا، بياض اللون ديالو. تقدروا تعملوا الطراب اليدوي او هذا العجانة على حسب المتوفر عندكم. هنايا طلعنا البيض، دابا غنعملوا الدقيق والكاكاو المر، غنغربلوهم. انا في جينواز نغربل 2 المرات من الافضل باش تحصلوا على نتيجة مزيانة في الاخير. ناخذ واحد الآنية وغادي نغربل الدقيق مع الكاكاو المر والخميرة الكيماوية كذلك. في الفيديوهات القادمة ان شاء الله نقدم معكم حلويات لاكريم بدون جينواز، وتجي زوينة ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. هنا كيف ما لاحظتوا غربلت الدقيق والكاكاو المر ونخلطهم مزيان، ونضيف لهم الخميرة الكيماوية كذلك نغربلها. وباش نوضع هاد النواشف على البيض اللي طلعنا كذلك غادي نغربلهم كيف ما قلت لكم، تغربلهم الافضل 2 المرات باش تحصلوا على نتيجه مزيانه في جينواز. انا غنبقى نوضع النواشف وانا تنخلط من الاسفل للفوق بهذا الشكل، هي بشويه نحاولوا ما نزلوش هذاك البيض اللي طلعناه في الباتور، هي بشويه تنكملوا الكميه كامله ديال النواشف اللي عندنا. والخليط يجي كريمي بهذا الشكل. ناخذ مول غلفته من قبل بالورق الطهي، والجنواز تطيب بحال الكيك. ادخلوا الفرن الساخن في الاول، سخن من الاول، من الافضل سخنوه من الاول، الفرن يكون ساخن، خصو يكون ساخن باش تحصلوا على نتيجه مزيانه. وتعملوا وتشعلوا غير من التحت على 180 درجه حتى يتنفخ، عاد شعلوا له من الفوق باش يتحمر من الفوق. لي كانت عندكم الفونتيلاتور او المروحه يمكن لكم تستعملوها في 5 دقائق الاخيره
باش توزع الطهي في هذا. ما كانش متوفرة او ما كانش عندكم ماشي مشكل. صافي جينواز ديالنا تجي بهذا الشكل كيف ما تلاحظوا، ولكن في هذا الاثناء ما تقطعوهاش الجينواز الشوكولاتة دغيا دغيا تتفرتت. دخلوها المجمد واحد الساعه د المكانه، تشد فراسها شويه ماشي ساعه نص ساعه، تبرد مزيان وتشد فراسها. هنا درتها المجمد واحد نصف ساعه، وانا نحاول نعلم النصف بهذا الشكل. جينواز بالشوكولاط ما تخدموش بها نهائيا، وهي عاد خرجتوها من الفران تتفرتت. صافي نقطع على جوج ونخليه على جنب بهذا الشكل، ونمشيو نحضروا عناصر اخرى اللي غادي نعملوها في هذا الجينواز. هو هذه الحلوه ديالنا كيف ما تتشاهدوا تيجي جينواز اسفنجي رائع، تنتمنى تجربوها. هنا عملت الحليب 250 مليلتر د الحليب، عملته في واحد الانيه ودخلته المجمد واحد 10 دقائق. انا عمل انا هاد الشونتيه كريم شونتيه لي بودره، وغادي نضيف سكر المنكب الفاني كيف ما تعرفوا هذا تيكون حلو، اذا ما نضيفوش السكر، نكتفي غير بالحلاوه اللي كاينه في هاد البودره ديال الشونتيه. صافي ونضيفها على الحليب اللي كيف ما قلت لكم دخلته في الثلاجه واحد 10 دقائق الفريغو مجمد، ونفرغ هنايا بودرة ديالي. وغادي نطلع بالباتور اللي عملتو الحليب من قبل في الفريغو او في المجمد، تيسهل عليكم انكم تطلعوه بسهولة. وتنطرب باستمرار تنحصل على كريمة عاقدة. ما تلاحظوا بهذا الشكل صافي كريمه ديالنا راه واجده معنا. هنا عملت واحد الكاس ديال القهوه 120 مليلتر، عملت كاس ديال الماء درت فيه القهوه السريعه الذوبان، او يمكن لكم تعملوا القهوه معصره على حسب الذوق اللي بغيتو. وعملت معاها واحد ملعقه كبيره ممتلئه ديال السكر، ما بغيتش انا داك الحلوه تجيني حلوه بزاف حيت الكريمه حلوه والكيك حلو. صافي وتنوزع الكريمه، تنحاول نوزعها بالتساوي، وطبعا نتوما سقيو على حسب الرغبه. اللي كنتو تصبغوها فازقه الحلوه عملوا سقيو مزيان، بغيتوها شويه ما تكونش فازقه نتوما تحكموا في الكميه ديال السيرو اللي تعملوا. هنا تنحاول نقاد مزيان، بهذا الشكل ونوضع الطرف الاخر هذاك اللي مقطع هو اللي تكون الفوق باش يشرب لنا السيرو. هاد النكهة القهوة تتعطيها واحد المذاق رائع، هاد الحلوة لاكريم تتجي منكهة ولذيذة. ونوزع كذلك الكريمة من الفوق، نحاول نوزعها بالتساوي. كيف ما تلاحظوا نزيد شوية في الجنب هنايا وزعتها، وانا من السباتولا نقاد نحاول نقادها مزيان. حنا من فوق غادي نعملو ليها الشوكولاط غابي، غنغطيو كل وهنا الجوانب عملت كذلك لاكريم في الجوانب. الجوانب بغيتو تعملو لوز مهرماش او كاوكو مهرماش يمكن لكم، يمكن لكم تعملو الكوك. انا عملت في الجوانب الكوك وزينت من الفوق بالشوكولاط غابي او شوكولاط مبروش اللي حكيتو في الحكاكة العادية بهذا الشكل. انا تعجبني البساطه في التزيين. وهنا استعنت بالجوز اللي كان شاط لكم، انا هنا الكريمه ما كانش شاط ليا التزيين، كنت بغيت نعمل بحال الوردات ما كانش شاط لي لاكريم. اللي كانت عندكم كميه لاكريم شونسيه كثيره عملوا هذاك الوردات تيجيو حتى هما زوينين، عاد عملوا هذا الجوز وتجي الحلوه ديالنا كيف ما تتشاهدوا بهذا الشكل لذيذه لذيذه بزاف. داك اللوغو ديال القهوه مع جينواز الشوكولات يجي واحد المذاق اللي صراحه رائع جدا. تنتمنى تعجبكم هاد فورين واغ او هاد حلوه لاكريم اللي عملناها هاد النهار، وتنسي احسانكم
وتجربوها ان شاء الله في بيوتكم، راه تجي ناجحه عن جد. والى اللقاء، الى فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.